السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين مفاجأة، يعني مفاجآت ومفاجأة، يعني ماهيش مفاجأة، يعني كل جزائري عنده الحق يترشح، عنده إمكانيات ولا عنده أموال ولا عنده معارف ولا يترشح. لكن كاين لجنة يعني اللي غادي تشوف الملفات، كاين اللي ملف تاعو غادي يردوه له، يقول له واليك ملف تاعك هاليك من عليك صحيح رانا، وكاين اللي يديروهم يعني سباق يحموا به القلال ومولاها راه باين. هذه هي وين امير لابدي مناجر العام للمنتخب الوطني الجزائري السابق، يعني ومناجر لنادي بارادو، يترشح رسميا يعني لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كاين اللي يقول لك كيف علاه من نوت، لا راه جزائري عنده الحق، مشاكرة وجماعة اللي راحوا، جماعة مشاكرة ابو كلبة ذاك المخنس وكلابه، يعني كل جي يدير دوسي ملف ويجي يترشح، راه جزائري راه جاهد هذاك، هذاك بغى يفتح القدس، هذوك جاهدوا، هذوك جاهدوا، هذوك ولا يقولوا تستاهلوا كلمة مجاهدين بالكذب، بالكذب كما ذاك اللي مكمل تصوره قاعد يكذب على ابن عمه، وين كنت اودي؟ قال لهم انا اللي مات، اللي كانوا معايا كاع ماتوا، وانت يا سي اللي سلكك؟ قال لهم كنت مور القلم تاع الحمار، قال لهم تما الشرايا تاع البوبه اللي كان جايه ضربت القلم تاع الحمار قطعاتو رفدت عليا. هذو كيما هكا، هذوك مجاهدين كيما امين مازدا مي كانوا يعيطوا له مجاهد، ولا يقولوا له مجاهد خوانا، كانوا يقولوا له مجاهد. هذه هي وين نقول لكم باللي اليوم وين هذا الترشيحات هذه صار لك كيما الضربه تاع الفوت تاع الرئاسيات اللي كانوا يقصروا عليكم، مي كان 2018 2019 مي كانوا يجي لي يجيك بكره واحد يقول لهم انايا بين نحلل 20 واحد، كل راجل يتزوج ب 20 امراه، واحد يقول لهم ربع نساء يعني يختاروا راجل يتزوجوا به ويصرفوا عليه، كل واحد وكيفاش تعقل عليها، يجي هكا يجي بيت رشح، هذه غادي يصرى كيما هكا، غادي هذه نورمال عادي اللي بيت رشح الله يسهل عليه. لكن كاين امور باش ما تنساوش، كاين وين فتح اليوم باب ترشيحات لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من سيكون اول شخص سيدفع ملفه، هل ستكون هناك مفاجآت؟ كاين مفاجآت، كاين مفاجآت، كاين ناس يديروا هذا الصوالح، يمشوا هذا الصوالح يديروهم، يعني ما هي زعما كنقولوا احنا كل جزائري عنده الحق، هذه هي كل جزائري عنده الحق باش يترشح، سبحان الله كاش قال يدخل روحه، كاين اللي الناس غالطين الله يسهل على كل جزائري، ما دخلك كاين اللي شحال شت واحد بزاف قال لك كيف ترشح، لا الله يسهل على كل واحد. أولي الله يسهل على كل واحد، غير ما هو اللي يقول لك هذوك جزائر، أنا كاع جزائريين، واللي يشوف روحو قادر عليها ولا قادر، يعني الله يسهل. أنا نقول لكم بلي أمير لابدي غادي يترشح، من حقه سبحان الله، عنده الحق يترشح، نتوما كيفكم تشوفوا فيها، أنا مانيش نقول بلي أنا راني مع أمير لابدي، بصح راني نقول بلي ياودي من حقه يترشح، أنا قلت لكم بلي أنا قلت المعلومات اللي عندنا بلي غادي يحط الملف تاعو. بصح شتي لو انت غادي يحط عندهم بيريود، عندهم من وقيلة للويت ولا هما يقارعوا، عندهم بيريود، انا مش نقول لكم اليوم الحد غادي يحط ولا غدوه ولا لا، ما على بالاش، المهم راه وجدوا الملف باش يدخلوا. هو كاين مول الدواء تاع قشنطينه، كاين بزاف، كاين هذوك، كاين قال لك بهلول، كاين اللي قال لك سرار، كاين اللي قال لك ايغيل، كاين الله يسهل على كل واحد. ده هذه هي، شوف واحد الكلمه يقولوها، هذه كان يقولها لي الشيباني تاعي الله يرحمه مسكين، يقول لي شو احمد خويا، يقول لي كي تشوف السبع، يقول لي تشوف السبع، عرفت كيف هذه يقول لي، يقول لي كي تشوف مالك الغابه في برويطه عرف بلي الغابه راحت،
هذه هي هاولي ما انتم انتم كاين امور هذه عندها معنى عندها معاني كبار هذه عندهم معاني كبار كل واحد ويفسرها كيبها هم واخو ثاني كاين عمار بهلول وين عمار بهلول وين رئيس الرابطه تاع النيابه الجهويه لكره القدم وين يكشف وين يكشف يعني ويكثف اتصالاته مع رؤساء الرابطه الجهويه والولائيه من اجل تقديم نفسه كمترشح قوي لرئاسه الفار لكن بهلول كاين واحد الامور غادي ما تساعدهش بهلول يريد العوده الى الواجهه مجددا وبعث رساله مضمونه انه يملك دعم قوي وسط اعضاء الجمعيه العامه بهلول اعتاد في السنوات الماضيه الصعود فوق الرؤوس اعضاء الجمعيه العامه بجمعيه يعني بجمعه لملفات من اجل ان يرضخ له فقط المرشح الابرز لرئاسه الفاف لضمه مرغم كعضو في مكتب الفيدرالي يعني قال عم يديرها بهلول بهلول تمت معاقبته في عهد شرف الدين عمارة بعد تسببه في حالة استقرار يعني في حالة لا استقرار على مستوى المكتب الفيدرالي وهو ما جعله واحد من الوجوه الغير موثوقة بهلول خرق واجب التحفظ آنذاك بإطلاق تصريحات نارية عبر وسائل الإعلام ضد رئيس الفاف عمارة بهلول أراد الانقلاب على عمارة وكان يطمح لخلافته في منصب الرجل الأول على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم تمت إحالة عمارة بهلول على اللجنة الأخلاقية وتجريده من عضويته في مكتب الفيدرالي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سبق له أيضا معاقبة عمار بهلول سنة 2019 في عهد زتشي بسبب سوء سلوكه خلال يعني مباراة الجزائر والمالي في كأس أمم إفريقيا للسيدات والتي جرت في غانا الاتحاد الافريقي رفض الاستئناف الذي تقدم به الفاف امام لجنه الانضباط بخصوص عقوبته التي سلطت على عمار بهلول لجنه الانضباط في كاف قبلت الطعن بالشكل لكنها رفضت يعني مضمونه وبالتالي ثبتت معاقبه بهلول زائد غرامه ماليه على الفاف بقيمه 10,000 دولار امريكي نحو 120 مليون سنتيم بسببه هذه هي انتما وعمار على بالكم هو وزتشي نهار اللي خرجوا له يعايروا في حمد احمد تتعاير غاشي تايا ها انتم راكم حاسبينها سهله او الرجاله جابتكم دافريك وانتم غادي تعايروا بهم شو كيفاش تعرف بلي الرجاله جابتكم دافريك شوف غادي نوريكم واحد الحاجه هي هيا هذه قبل كاس افريقيا تاع 2019 هاي هاي اكتشف مساكي شو هاي اكتشف ها وما عجبنا سهل الرجاله تعبت معليش ومن بعد يخرجوا للجراو وكراعين الدجاج وحزاق الدجاج وكلش بدا يقول راو راواخ يا ودي وش تبغى غادي الدوله على بالها راو راواخ شكون ما غاديش يسمعوا حزاق المعيز انتوما حزاق المعيز انا نقولها لكم حنا المهم وين كاين بزاف اللي قال لك كيفاش بيترشح الاخر كيسموه امين العبدي امين العبدي من حقه يترشح يعني مع نورمال راه جزائري بصح كاينه اللجنه اللي غادي ما تقبلش ملفات غادي انا نروح نحط ملف بصح كاينه اللجنه غادي ما تقبلش قال يقول لوالك ملف تاعك روح ها كاين اللجنه كيما برناوي فانيك راه يحضر برناوي فانيك راه يحضر من حقهم يديروا ملفات تاعهم وكلش من عندهم الحق قال يبارك لك حاسبه بلي نبلع لا الحق بلي يترشح بصح كاينه اللجنه اللي غادي تقبل ملفات كاين لجنه وكاين ملفات ما يقبلوهمش هذه باش يكون على بالكم عارفين جاي ماشي غير هاكا روح وتيري وصايك لا كل واحد وكيفاش هذه هي المهم احنا اللي كيما يقول لك اللي يجي الله يصلح اللي يجي الله المهم نخدموا احنا نحوسوا شكون يعني خدمه مش يروحوا نهاجموا الناس انا ما نهاجم حتى واحد راه سمعت طاوني معلومه قالوا لي بلي امير العبدي شوبير قلت لهم علاه جزائري خليه الله يسهل عليه
كاينه اللجنه اللي غادي تقيس الملفات، هذه هي غلطوش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيتو خاوتي.